خطوة تعيين سفير لبنان لدى سوريا بدعوى تجنب الشغور في المنصب لاقت ردود فعل شاجبة في إطار مواجهة التطبيع مع النظام السوري. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أكد على حسابه في تويتر الخبر مستهجنا ما اعتبره مزايدة في موقفه الصارم ضد النظام الأسد. أما القوات اللبنانية التي كانت قد هددت بالانسحاب من الحكومة على خلفية محاولة فريق الثامن من آذار إعادة العلاقات مع النظام إلى سابق عهدها، فاعتبرت أن تعيين السفير في دمشق أمر طبيعي، إذ أن لبنان لم يسبق وسحب سفيره أو اتخذ قرارا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بحسب ما جاء على لسان النائب عن كتلة القوات أنطوان زهرة. من جانبها استغربت رئاسة الجمهورية هذه التساؤلات واضعة تعيين الدبلوماسي سعد زخيا ضمن العمل الروتيني والتنفيذي لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي في إطار إقرار التعيينات الدبلوماسية. ويذكر أن بيروت اكتفت منذ بداية عام 2013 بالتمثيل الدبلوماسي عبر قائم بالأعمال، وشغلت ابنة رئيس مجلس النواب فرح نبيه بر المنصب منذ ذلك التاريخ. خطوة رفع التمثيل الدبلوماسي اللبناني في سوريا تأتي عقب لقاء وزير الخارجية اللبناني مع نظيره السوري في نيويورك وزيارة عدد من الوزراء اللبنانيين دمشق بدعوى التنسيق بين الحكومتين، ما يضع ملف تطبيع العلاقات بين لبنان والنظام السوري على نار حامية. جيلان فطيري، العربية.